السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم وجعل الفردوس الأعلى مستقرنا وإياكم. نصر من الله وفتح قريب، اللهم نصر من الله وفتح قريب، اللهم نصر من عندك وفتح قريب، عاجلا غير آجل، آمين يا رب العالمين. يلا آية 22 سورة النور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ولا يأتلي، يأتلي الهمزة حكيتها، حكيت عنها في الآية اللي قبلها. أولو الفضل، أولو. طب وين راحت هنا الواو؟ الواو المادية يعني وين راحت؟ أنا لفظت لام مضمومة، لام ساكن، أولو بسبب التقاء الساكنين اللي هو حرف المد واللام الساكنة سقط حرف المد في الوصل. أولو الفضل منكم والسعة، والسعة أن يؤتوا بتمدوا طبعا في هنا مد منفصل، يؤتوا أولي القربى، أولي القربى الواو هنا عليها صفر مستدير لا أرفضها أبدا. أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. سهلة كلياتها. وليعفو هنا بدك تنتبهي كيف تلفظي الساكن وتعطي أزمنته، تمام؟ وما تحركي الساكن ولا تقلقيه. وليعفو اللام والعين كلها توسط نفس الزمن. وليعفو وليصفحوا الصاد لا رخاوف إلها زمن أطول من اللام. وليصفحوا ألا، هنا سؤال لازم تجاوبي عليه، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ هنقول بلى وربي، نعم وربي بحب إنك تعفو عنا. إذا ما دام بتحبي الله يعفو عنك، إذا أذنبك اعفو عن غيرك، إذا أذنب بسببك. ألا تحبون بلى أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. اللهم اغفر وارحم وعفو وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك تعلم ما لا نعلم، إنك علام الغيوب. آمين آمين. إلى اللقاء.